الرحلة اليوم معي موسم القمري. شوفوا شوفوا هذيك واحدة واقفة هناك، هذا مثل ما قاعد تشوفون مزرعة مال حب شمس. شوفوا شوفوا ما شاء الله. مزرعة مو كبيرة بس متروسة والله. هذا تزرعوها كل سنة، تزرعون غير مناطق كل سنة للقمري حتى الناس تجي تقدر تصيد. شوفوا يا الله طبعا قاع حكومية هنا أنا. بس مو حياه اللي يجي يقدر يصيد بها. شوفوا شوفوا هو يكيف على الحب مال حب الشمس، يحب الحنطة صحيح اما تقول الحب العادي. شوفوا 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 السلب ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا جايين بس كاميرا فقط لا غير، لا سلاح ولا شيء. هاي الاستطلاع مو ناس تجي استطلاع على وبيدق. يا الله بيد سلاح هاي ابا شنو يستطلع. اذا الموسم مو فاتح ما يصير صيد. ايش قد مغري هاي على الاعداد اللي موجوده هنا ما شاء الله. طبعا ممنوع تفوت السيارة. لا صراحة يجي فوق يقدر مو خايف. شوف هذا بعد مو مضروب. يعني قاعد يخاف بس من الصوت. ما شاء الله ما شاء الله. ترسب طبعا بتاع. شوف قمر كلش طيب شوي صيف يعني رهيب. هذا يعقوب هنا قاعد ياكل حب شمس ويرجع لورا. شوف شلون عندنا هنا نوعين حب الشمس، اكو هذا البري هذا الصغار حبه كلش كلش ناعم ما يورد غير اخر الصيف، وهذا الثاني اللي الناس تزرعه للاكل للعلف. عرفت شلون؟ اكو مزرعه ثانيه هنا همات
بس هذيك شوي زرعها طويل. القمري الحمام ما يحب ينزل بالعشب الطويل كلش، يريد مناطق مفتوحه. ف بهاي المزرعه مثل ما شفتوا كان قاعد ينزل بين حب الشمس، مناطق شوي مفتوحه يعني بها تراب ينزل عليها، بس هيك منطقه وحشيش هوايه ما يحب ينزل بها. عرفت شلون؟ يحب المنطقه المكشوفه يعني بها تراب مبينه قاعيه. بس اذا جاء يعني يسوي كل شيء. شوفوا هذا حب الشمس مالته اللي مزروع، ناخذ طلع حبه خلينا نشوفه. شوف شلون حباته صغار يعني هذا حب شيء. شوف الحبه كلش ناعمه، خاصه يعني ينوكل بس خاصه للطيور. عرفت شلون؟ علف يعني هذا كلش ناعم للطيور وليعقوب. مو يعقوب تحب شو اسمه الحب؟ يلا اتمنى انكم تتابعونا الحلقات الجايه ان شاء الله، بس يفتح الموسم خفف شويه من السمك ويبدي بعد صيد الطير. تحياتي لكم جميعا.